مساء الخير مشاهدي الأكارم. على ضوء انعقاد مؤتمر نواكشوط للحريات الإعلامية في موريتانيا والعالم العربي وإفريقيا، ما هو دور المنتديات والمؤتمرات في تطوير العمل الإعلامي على المستويين التقني والمؤسسي؟ وكيف يخرج المؤسس تخرج المؤسسات المساهمة في هذه المؤتمرات بخلاصات تمكنها من تطوير آلية العمل الإعلامي على المستويين المحلي والجهوي؟ للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، أستضيف لكم الليلة السادة الدكتور سيد أحمد ول الأمير من مركز الجزيرة للدراسات. أهلا وسهلا أستاذ الدكتور لحضوركم هذا النقاش، بالإضافة إلى الأستاذ سيد أحمد ول الأمير، يشارك معنا من تونس الشقيقة الأستاذ خميس العرفاوي، وهو إعلامي تونسي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين. أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني وفي برنامج يتعلق أيضا بالتكامل المغاربي الموريتاني التونسي. بالإضافة إلى ضيفي الكريمين، يشارك معي الأستاذ محمد أحمود أبو المعالي، وهو من نقابة الصحفيين الموريتانيين، الأمين العام لهذه النقابة وأحد المنظمين المشرفين على سيري وتسيير هذا المنتدى. أهلا وسهلا بك في هذا الحوار الجديد. أخيرا وليس أخيرا، تساهم معنا الليلة الأستاذة منتل مرابط، مدير التلفزيون دافا، وهي أحد الفاعلين في حقل الإعلام التلفزي بموريتانيا. أهلا وسهلا أستاذة منتل على مشاركتك، وأتمنى أن ننير الليلة درب المشاهدين وخاصة الزملاء الإعلاميين أينما كانوا حول التحديات التي تتعلق بالإعلام بشقيه المحلي والدولي على ضوء هذا المنتدى الذي انعقد بالأمس واليوم في نواكشوط. ما طبيعة المنتديات والورش والمؤتمرات الدولية التي تنظم بين الفينة والأخرى في عواصم العالم، وما علاقتها بدعم مهنية الصحافة والرفع من قدراتهم أيضا بصفة عامة؟ دعنا نبدأ هكذا بالدكتور سيد أحمد. أولا شكرا للقناة الوطنية، ثانيا بالنسبة لهذه المؤتمرات وهذه المنتديات والورشات التي تنظم، هي مهمة جدا خاصة إذا كانت على مستوى دولي. طبعا هذا المؤتمر يلتقي فيه بالإضافة إلى الصحفيين الموريتانيين من التلفزيوني الإذاعي للمواقع الإلكترونية ومختلف أيضا الأجيال، تعتبر فيه الأجيال القديمة والشباب، كل هذا مع الدوائر المحيطة بنا والتي تتفاعل معنا، خاصة دائرة المغرب العربي، دائرة الإفريقية والدائرة الدولية. كل هذا يلاحظ المشاهد والمشارك في المؤتمر أن فيه هذا الكم وهذه الدوائر المختلفة، وهي بطبيعة الحال منبرا وفضاء تفاعل، فضاء يحدث فيه كثير من التواصل بين تجارب مختلفة، وهو فعلا ما نجحت. وهني القائمين والقائمين على هذه الفعالية المهمة، لأنهم استطاعوا أن يجمعونا بجميع هؤلاء الأخوة، وأن يطرحوا أيضا برنامجا واضحا وجامعا مانعا وشاملا كما يقال لنقاش كثير من النقاط المختلفة. وعلى كل حال، فمن البديهي أن هذا نوع الفعاليات دوره هو في جلب علاقات عامة، معناها تواصل مع أناس لم تتصل بهم فيما بعد، وفيه أيضا هذا التداول تجارب مختلفة ومعارف مختلفة، وبالتالي بطبيعة الحال هي مهمة جدا. حتى لو اطلع عليها بطبيعة الحال هنالك مستوى معين من تبادل الخبرات كما قال الدكتور، فماذا عن التجربة التونسية في مثل هكذا المؤتمرات؟ وهل تعتقدون أنكم اكتشفتم تجربة أخرى تتعلق بهذا البلد بموريتانيا وبمشاركين من غيره من البلدان الإفريقية والعربية؟ تفضل. شكرا. قبل ذلك شكرا على الاستضافة، شكرا للشعب الموريتاني المزيف صراحة، شكرا لزملائنا في النقابة الوطنية للصحفي الموريتاني على هذه البادرة. البادرة هي مؤتمر، تنظيم مؤتمر دولي حول الحرية الإعلامية في العالم العربي وفي إفريقيا، وأيضا
كانفتاح تحدثنا ايضا حتى على مستوى الدولي، وكان بحضور معناتها الامين العام لاتحاد الصحفيين الاتحاد العالمي للصحفيين. سالتني يعني هذه المؤتمرات، هذه المؤتمرات هو الحقيقه هو الاعلام اكثر مجال ماهوش قطري او جهوي او اقليمي. الاعلام هو دولي وشواغله ومصاعبه ومشاكله وتطوراته هي 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 مشتركه، تكاد تكون مشتركه بين كل الدول. بقي أن الاختلاف حسب بعض المناطق وحسب بعض البلدان وحسب بعض الجهات. موضوع المؤتمر اللي هو الحريات الإعلامية في العالم العربي وإفريقيا، نعتقد أنه في وقته تماما. يعني موضوع الساعة، موضوع الساعة ليش هو منذ الأزل نتحدث على حرية الإعلام والإعلام وسنظل نتحدث، لكن في تقديري هو موضوع الساعة ليش؟ لأنه ما نلحظه حاليا في المنطقة هو 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 أصفه بالمخاض الإيجابي أو بالحركية التي لا يمكن أن تكون إلا أنها إيجابية. مخاض لأنه ما نشعر به أنه هناك 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 ليس نزوع فقط، هناك رغبة حقيقية لدى إعلاميين في المنطقة أنهم يمارسوا دورهم الذي تعلموه والذي أحبوه، دورهم كإعلاميين، وهو في الحقيقة ملتصق أيضا بشعوبهم، شعوبهم الحالين. ماذا نلحظ في المنطقة؟ نزوع إلى الحرية وإلى الديمقراطية وإلى القيم المدنية وإلى الدولة الحديثة وكل. يعني وهذا ما يكشف ويؤكد مجددا أن احنا كعالمين في التساق، بل بالعكس يمكن في قلب أوجاع أوطاننا وفي قلب مشاغل أوطاننا. يعني في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة هذا المخاض الإيجابي مثل ما أسميته، في نفس الوقت الإعلاميين في أوج تمسكهم بمهنتهم وبممارستها. طرح هذا الموضوع أعود من البداية، يعني في هذا الوقت بالذات هو جيد وإيجابي جدا، وصراحة كانت المداخلات وكان الحضور على مستوى سوف نقيم تلك المداخلات. شكرا. عندما يحين المحور المتعلق بها. أنتم الجهة المنظمة، الجهة التي أشرفت على سير فعاليات المنتدى. الإعلام الآن بشقيه التقليدي والحديث تنادى للمشاركة في هذا المنتدى. كيف تعتقدون أن التجربة الموريتانية استطعتم إبرازها وتقديمها من خلال هذا المنتدى بحيث يستفيد منها المستقلين في الإعلام التقليدي أو الإعلام الحديث، الإعلام المحلي أو الإعلام الجهوي وحتى الدولي؟ طيب، شكرا جزيلا للاستضافه. مرحبا. اريد ان اوضح ان هذا المؤتمر هو تقليد لدى نقابه الصحفيين الموريتانيين والثاني من نوعه، لانه سبق وان نظمت مؤتمرا دوليا حول اخلاقيات المهنه، شارك ايضا فيه ضيوف من الحجم الكبير. هذا المؤتمر ارتئينا ان يكون موضوعه الحريات الاعلاميه في افريقيا والعالم العربي، نظرا للحاجه الى تجذير هذه الحريات والى ترسيخها والى الدفاع عنها في المنطقه بشكل عام. كانت جل أوراق المقدمة في الجلسات العلمية والنقاشات تصب أو تحوم حول الموضوع، إما في صلبه أو إما ما يتعلق به. تمت جدولة ست جلسات علمية طيلة هذين اليومين كما أسلف الزميلي العرفاوي. كان هناك حضور كبير جدا ومستوى عالي، بدأ برئيس الاتحاد الدولي للصحفيين سيد جيم أبو ملحة، ورئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس اتحاد شادي، ونقيب السنغاليين، والأخ ممثل نقابة الصحفيين التونسيين، وهي نقابة لنا وإياها علاقات خاصة مميزة، ومن بوركينا فاسو ومن مالي ومن النيجر، وهناك بعض الضيوف تعطلوا من السعودية ومن مصر ومن غيرها، بعضهم في الطريق وبعضهم لأسباب طارئة تغير. طيب، التجربة التي عرضتم ما هي أبرز ملامحها؟ حاولنا عرض التجربة الموريتانية بشقيها الإيجابية وبنواقصها، ومعرفة أيضا كنه تجارب الآخرين ومحاولة الاستفادة منها وتلمس المشاكل والمشاغل المشتركة بيننا وإياهم، ومحاولة البحث عن حلول تكون جامعة لهذه. وهذا ربما سيرد في البيان الختامي من توصيات في إعلان واكشوط الذي سيصدر هذا المساء عن
عن المؤتمر. إذن قدمنا التجربة الموريتانية سواء تعلق الأمر بالمكتوب منها بشقيه الورقي والإلكتروني أو بالسمعي والبصري. قدمنا النواقص، قدمنا الإيجابيات، واستمعنا أيضا إلى تجارب الآخرين وتلمسنا همومنا المشتركة. وهذا ديدن الصحفيين في مثل هذه المنتديات، البحث فيما هو مشترك وتلمس خطوات لتجاوز هذه العقبات وهذه المصاعب. الأستاذ منتان، دعنينا نتحدث عن موضوع الإعلام الموريتاني. هل هناك إعلام مؤسسي في موريتانيا؟ وهل هناك إعلام يمكن فعلا، أنت يعني عندك تجربة والقدرة للحديث عن هذا الإعلام، لديه خصائصه الخاصة وذاتية والأصيلة ربما، والتي يمكن أن نقول بأنها فريدة في حتى يأتي العالم كله ليستمع لنا ويستفيد من. شكرا على الاستضافة الطيبة مع الأساتذة الكبار والصحافة الحقيقة اللي كلهم هامة كبيرة في هذا الميدان. إجابة على سؤالك، شفت التجربة الإعلامية في موريتانيا مقارنة بالتجارب الإعلامية في الدول الأخرى ولو في شبه المنطقة هي تجربة وليدة جدا، علما أن ما يسمى بمفهوم الدولة الموريتانية الحديثة هي دولة أيضا وليدة جدا، يعني ما زالت في طور طفولة صغيرة. فأنا أظن أن لم نصل بعد قطعا إلى مرحلة أن يأتي الآخرون ليروا أين وصلنا، لأننا ما زلنا بعيدين جدا 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 عن الوصول. أتذكر دروس الفلسفة كانوا السنة الأولى كلها تمضي في دروس الماهية، نحن ما زلنا في طور الماهية. ولكن الحقيقة هي تجربة بدأت على شكل رسمي، يعني كان الإعلام ممارس أساسا على شكل مؤسسات تابعة للدولة. والحقيقة هي المدارس الوحيدة الموجودة هون في موريتانيا للإعلام، الوكالة الموريتانية للأنباء، الإذاعة، حتى التلفزيون بالنسبة للناس اللي تشتغل اليوم في التلفزيون. ذلين قالوا الصحافة كصحافة ممارستها مازالت بعيدة جدا، مازالت بعيدة جدا. وأنا ظاهر اللي أعلن هون طور أمبريونيك مازال مثلا جنيني، حتى ذلين قالوا الإعلام نقدو إحنا نعودوا متى عندما بدأنا ممارسة هاي المهنة، وجدنا العالم فتتخطى مرحلة كبيرة وعاد في مرحلة فيها السبل أكثر وفيها أوجه جديدة أكثر إعلاميا. التلفزيون اليوم عادة قديمة، التلفزيونات اليوم في العالم اللي إلى مستوى معين عادت تتجه إلى الإنترنت. يعني التلفزيون اليوم ما نكرايو الإنترنت عاد مترضي، إحنا ما زلنا شاهدين أخبار الصحافة الورقية وما زلنا شاهدين أخبار الإعلام التقليدي. ظاهر اللي أعلن أول محاولة خاصة للإعلام المؤسسي اللي قالوا الإعلام السمعي البصري جديد به اللي على الأقل فهم دفتر التزامات مع مؤسسات عندهم هوية قانونية محددة وعندهم مسؤولية قانونية محددة وعندهم التزامات اللي هم فرض عليهم يوفوا بهم عن فهم قدر من التساهل مزار نظرا للطور اللي موجود. ما زالت بكر. الآن دعونا نتحدث عن بعض الملامح التي ترافق تلك التجربة. موريتانيا تحتل صدارة قائمة الدول العربية في مجال الحريات. موريتانيا في موقع متوسط في العالم في القارة الإفريقية من هذه في نفس القائمة. ونحن الآن نعتقد أننا نقدم تجربة مع هذا. هل تعتقد الأستاذ وأنت متابع للشأن الإفريقي بمسؤولية عامة من موقعكم في الجزيرة، هل تعتقد أن التجربة الموريتانية نضجت وأن الإعلامي الموريتاني من الآن قادرين على تسويق بضاعتهم الإعلامية خارج البلد؟ نتفق تماما مع الأخمتان على ما قالت من حيث أننا ما زلنا فعلا في بداية الطريق. هذا لا يعني أننا لا نقدم الشأن، لكن يعني أننا نعرف أن نضع الأمور في مصادرها. فعلا التجربة الإعلامية الموريتانية تجربة ما زالت في بدايتها، لكن الإعلام الآن عالم مفتوح وعالم متسع جدا، بحيث أن حتى المفهوم التقليدي للإعلام لم يعد هو المعمول به الآن. لأنني أنا يمكن أن أكون صحفيا وأنا لم أدرس الصحافة على كل حال، يمكن لأي شخص الآن انطلاقا من وسائل التكنولوجيا المتاحة أن يرصد الخبر وأن يكتبه وأن ينشره في ما هو متاح في الإنترنت. ولكن
أعتقد أن إذا رجعنا إلى سؤالك وهو التجربة وهو حصيلة ما هو موجود في موريتانيا، أعتقد نوع من دائما بنوع من التحفظ. أنا أقول بأن فعلا هذا الموضوع بالذات فكرت فيه السنة الماضية. فعلا الموريتانيين عندهم مدونة قانونية لا بأس بها نسبيا في على المستوى القاري القانوني والمؤسس. هنالك فعلا قوانين مهمة أصدرها المشرع الموريتاني فعلا تساعد وتساهم في خلق مناخ إعلامي يضمن درجة معينة من مفهوم الإعلام المطلوب، يعني الحفاظ على الحرية، الحفاظ على عدم سجن الصحفي. طبعا على حال هنالك ضوابط قانونية معينة يمكن أن نقول بأنها منفتحة وأنها منفتحة نسبيا. هذه ناحية أخرى هنالك بطبيعة الحال شأننا في هذا الشأن جميع الدول هنالك انفتاح إعلامي هائل على مستوى السمعي وعلى مستوى التلفزيوني على مستوى خصوصا على مستوى الإلكتروني. هذا أيضا موجود عندنا موجود بكثرة. لا أعرف بالتحديد إحصاء للمواقع أو على الأقل بطبيعة الحال المواقع الموريتانية التي تزيد على العشرات إن لم تكن مئات. أقصد المواقع التي لها نوع من الاستمرارية، لا أقصد الموقع الذي ينشئ اليوم الموقع إذا تعطل يومين أو ثلاثة يصبح ميتا. صحيح صحيح. حتى ولو حد أغلبهم لا يتوفر على مقومات البقاء. حتى تجربة التلفزيون والتجربة الإذاعية معنا محمد حمود مدير إذاعة ومتانا مدير التلفزيون وهو أيضا رئيس اتحاد الإذاعات أقرب إلى أن يتحدثنا عن هذا الموضوع، ولكن بصفة عامة أعتقد أني أميل إلى التفاؤل بما يتعلق بهذه التجربة. فعلا هنالك فعلا عندما تقرأ الأخبار المنشورة، عندما تقرأ التقارير التي تنشر، أنها فعلا صار هنالك نوع من الحرفية. مع الوقت طبعا هذا هنالك ثغرات كثيرة، هنالك نواقص، ولكن أعتقد أن الموريتانيين صارت لهم مساحة أولية يمكن أن تكون مبشرة بالخير، خاصة وأنني أركز على هذه النقطة المهمة عندي قبل أن أختم كلامي، وأني لاحظت في هذا المؤتمر نسبة عالية من الشباب. وأنت تعرف أن الرهان الآن والرهان دائما على الشباب. هنالك تجارب صحفية نجحت بسبب العنصر الشبابي. أعطيك مثال الآن، مثلا بالأمس تحدث ورقتي عن موقع هاشتون بوست. هاشتون بوست موقع أمريكي. السبب نجاح لماذا الآن هو من أكثر المواقع استقطابا للقراء ومن أكثر المواقع انتشارا على مستوى لغات العالم؟ لأنه في مرحلة معينة كانت CNN تكتب بعض الصحفيين الشباب، ثم لأسباب معينة وكذلك مؤسسة CNBC كله استطاعوا أن ينادي هؤلاء الشباب وأن يشتغلون وأن يوظفوهم في هذا الموقع. وهذه الطاقة الشبابية ربما يقول المقيمون للتجارب الإعلامية أنها أعطت لهذا الموقع، وبالتالي أنا مشاهدة كثير من الشباب والشابات في هذا المؤتمر أعطاني نفس إيجابي فيما يتعلق بالتجربة الموريتانية في الإعلام. بارك الله ما شاء الله. سمعنا ورقتك أمس عن إفريقيا والتنافس الإعلامي الدولي. تونس كل ما حان الحديث عن تونس أو أن الحديث عنها تذكر تونس ما قبل الثورة ما بعد الثورة. أين كان الإعلام التونسي؟ دعنا نتحدث للمشاهدين عن تجربة الإعلام التونسي ما قبل الثورة ثم ما بعد الثورة. فقط المشاهد الموريتاني راسخ في ذهنه المحامي الذي يقف يقول لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة، لقد هرمنا من أجل نسمع تجربتك الآن باختصار شديد. يعني في السن ولك هربنا نفسيا وفي المهنة قبل هذه اللحظة يعني معنا في تونس. شوف الهام في مثل هذه المؤتمرات كما اللي نظمته نقابة الوطنية الصحفيين الموريتانيين أنه نفصل، أنه نشوفوا نواقصنا، أن نشوفوا نقاط تشابه، أن نشوفوا أخطائنا، أن نشوفوا قصورنا، أن نشوفوا كيف نحافظ على حرية الإعلام، كيف نطورها، كيف نطور الأداء المهني والمساواة المهني. جيدة العبارة متاع الأستاذة اللي قالت احنا ما عملنا حتى شيء. احنا في تونس شوف المشترك بينه وبين احنا ايضا في تونس، ومنذ الثورة كانوا سياسيين يقولون نحن سنة أولى ديمقراطية اسمحوا لنا نخطئ، سنة ثانية ديمقراطية اسمحوا لنا نخطئ. احنا مازال تجربتنا مع حرية الإعلام تتخطى خطوتها الأولى، ولكن رغم ذلك ما كناش نجدها علة لتبرير أخطائنا.
شوفوا الإعلاميين رغم اللي دي احنا في داخلنا ماذا نقول؟ لم نفعل شيء كإعلاميين في اي مرحله، لم نفعل شيء كقياديين ربما ولا كنقاب. يعني وقت علينا هذه الحريه مثلا التي تنعمنا بها بعد 14 جانفي اللي هي يعني قبل 14 جانفي لم يكن هناك اعلام، هذا اجابه على سؤالك. هذه الحريه كيف نحافظ عليها؟ كيف نطورها؟ كيف ندعم ثقة المتلقي فينا التي افتقدناها سنوات وعادت إلينا؟ كيف وهذا كيف نمأسس هذا؟ نمأسس يعني بمعنى كيف نضع المؤسسات اللازمة التي تضمن حرية الإعلام والصحافة، التي تضمن ديمومته، يعني مؤسسات يعني نقابة صحفيين، يعني هيكل محنة ونحن نشتغل حاليا في الاتجاه هذا على هيكل مستقلة على السلطة ومستقلة على كل الأحزاب، كما مجلس الصحافة، كما الهيئة العليا المستقلة الإعلام السلامي. يعني توا ولينا في مرحلة تأسيس. لماذا؟ لحفاظ على حرية الإعلام، لتطويرها وأيضا لتطوير الأداء المهني. وكان ثم إشارات في المؤتمر على أهميته، اللي من ضمن الإشارات أنه الأداء المهني نتاعنا كيف في تونس وفي المنطقة العربية ولا في موريتانيا، ولا يعني هل أنه أداءنا المهني في مستوى هذه الحرية التي نتعامل فيها، لأنه سيضمن ديمومة هذه الحرية، لأنه لا نخفي على أنفسنا أنه مهنيتنا وأداءنا المهني أكبر حامل لحرية الإعلام. أكثر ما تكون مهني أكثر ما تقدر تحمي الإعلام، أكثر ما تكون مهني أكثر ما تغلق كل المنافذ والأبواب على كل أعداء حرية الإعلام مهما كانوا سياسيين أو لوبيات أموال أو مهما كانوا. يعني المهني هذا ايضا هذا شغلنا نحن، هذا نقول نحن في تونس بالتونسي يعني شانتي، يعني اشغالنا كاين اشغال بناء، هذا شغلنا نحن كاعلاميين ايضا. هالمؤتمر المؤتمرات هذه تجعلنا نفكر معا في النواقص اللي داخلنا، ليست في الاخر، ناخذ في داخلنا كما قلت لك الاداء المهني مع هذا السياق الذي يعيشه، مع الثوره الاعلاميه، مع الفيسبوك اللي ولا احيانا الصحفي يفقد الريبير نتاعو، يفقد المرأة او الاتجاه. كيف نتصدى لكل هذه الموجه وفي نفس الوقت نحمي حريه اعلامنا اللي هي غاليه كثيرا، اللي ما فيش اي احد خارج دائرتنا كإعلاميين يرضى بحرية الإعلام، ومعركتها ستظل أزلية، ومهما وفي أي بلد ديمقراطي في العالم ستظل أزلية المعركة بين الإعلاميين اللي هم نظريا بطبعهم ينزعون الحرية ويريدون الحرية ويتنافسون الحرية، وبين أي صاحب من السلطة أو نفوذ واضح. مهما كان واضح. شكرا. كنت أتابع منذ يومين يعني قرار وزارة الصحة ضد أحد برامج قناة حنا بعل، وكسبته القناة في العدالة خلال 24 ساعة. عجبتني على فكرة هذه الفكرة والجانب الاستعجالي بإنصاف الصحافة ودعمهم. أنتم أيضا لكم اشتباككم مع الحكومة الموريتانية، وهنالك حديث يدور حول الافتتاح والجهة الوصية على القطاع وعلى الإعلام بصفة عامة، وأحيل لك للاستفهام هذا الموضوع. وأنتم الآن كنتم في لقاء مع الوزير الأول حسب معلوماتي، بالإضافة إلى هذا أحمل من ضمن الانتقادات مواقف الفيسبوك الموريتانيين حيال افتتاح المؤتمر في غرفة التجارة. أنا أقبل أن يكون الإعلام مقاولة، ولكن الفيسبوك أهله لا يقبلون هذا الموضوع. طيب، لتصحيح لقاء مع الوزير الأول كان الضيوف الأجانب رفقة النقيب. بالنسبة لموضوع افتتاح وقائع المؤتمر في غرفة المؤتمرات في وقاعة المؤتمرات في غرفة التجارة والصناعة، مرده تقني عادي، كان من المفروض أن تفتتح أشغال هذا المؤتمر في قصر المؤتمرات، قاعة الكبرى بقصر المؤتمرات، ونظرا لخضوعها لأشغال الصيانة حاليا تعطلت. كانت قاعة المؤتمرات في الغرفة التجارية والصناعية هي ثاني أكبر غرفة في العاصمة، إذ لا تتوفر فنادق العاصمة على غرفة بحجم الضيوف والمشاركين الحجم الكبير، فوقع الاختيار لسبب فني. أما أن يفتتح المؤتمر من قبل وزير التجهيز والنقل، أيضا الأمر يتعلق بترتيبات بروتوكولية حكومية، كان يفترض أن يفتتح من قبل الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني باعتبار وصاية الإعلام باقية لدى قطاعها، تعطل حضورها لأسباب تخصها، فانتدب الوزير الذي ينوب عنها بروتوكوليا تلقائيا، وهو حضر بصفته وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وكالة. إذن الأمر يتعلق بترتيبات فنية بروتوكولية ليس إلا، لا علاقة لا بالغرفة التجارية ولا بالمياه ولا بالتجهيز ولا بالنقل. واضح. هذا من باب للتوضيح.
البعض فقط انشغل هل الإعلام أصبح يتبع لوزارة التجهيز وهل تم إلقاء بالمناسبة أتذكر أنه السنة الماضية احتفالات اليوم العالمي للصحافة أشرف عليها وزير التجهيز والنقل أنذاك نيابة عن وزير الاتصال الذي لم يكن قائما ولم تظهر ضجة. هذا مسألة بروتوكولية، وزير المكلف بالاتصال بروتوكوليا ينوب عنه الوزير المكلف بالتجهيز والنقل. واضح. بروتوكولات الحكومة. واضح. لا دخل لنا فيها. واضح. الأستاذ منتان، الحديث عن مساهمتك في إنعاش مضامين المؤتمر بعرض حول النوع في الإعلام، هل هذه المفاهيم المستجدة أيضا أصبحت مقياسا لتطور وأطوار والتجربة الإعلامية بصفة عامة؟ ما ملامح العرض الذي قدمتي بصفة الحقيقة؟ الحقيقة أنا العرض اللي طلبوا مني نقدم كان فعلا عن مساهمة النوع في المحور، كيف المشهد الإعلامي. من المحور اللي أعطاوني كان عنوانه كالتالي: إدارة مؤسسة تلفزيونية، تجربة النساء في إدارة المؤسسة التلفزيونية. حقيقة إلين جاني الموضوع، لا هي عذر السيد الرئيس صراحة، ما تمونك عندي بيلي. أولا عنصر استغراب؟ لا ليس عنصر استغراب، لا، لأني أنا أصلا هذا الموضوع بالذات، موضوع النوع، عندي فيه رؤية خاصة تماما متحفظة جدا. أنا ماني من دعاة تمييز النوع، ظاهر لي على ذيك صورة التمييز كيف كان يقول الأستاذ قبيل، قال لي أجبني لأن كان البانل طاولة فيه نسائية تماما. بالنسبة لي أنا ما زلنا نقوله النساء، ما زلنا نقوله النوع، ما زلنا نقوله ذا كان، أنا قاعد ما زلنا بعيد، معناها الفكرة ما فات جسدتها على أرض الواقع. أنا لين تمونك عنها، لين أقول ذاك النوع، كلمة النوع ما تلات خالق صحفي، خالقة صحفية، خالقة إعلامي، خالقة إعلامية. ونعقبوا نقلوا عنها شتم سارة مثلا باللغة الفرنسية، يقولوا مسيو لو مينيستر ماد أو الأوروبيين أو الحسانية، بحسانية نقولوا لها سارة، أنا لين نقول لك هون باللغة الفرنسية وتو نقولوا مسيو لو مينيستر مادام لو مينيستر، به اللي لا فرق ذيك المقعيدة ذاك القاعدة عليها، كانوا لابس ملحفة، كانوا لابس دراع. إلين سولت السيد النقيب قال لي احنا نختاروك تعطينا عرض وتوف عن تجربة تلفزيون دافع. الفكرة عاد تواصلة عندي بعد به اللي على الأقل تجربة محددة، يقير في التقديم. أول شيء قلت لهم عن هذه التجربة على أنها شاءت القدرة، على أنها بمحض الصدفة، على أنها تجربة قامت بها امرأة صحفية، كان قدي قد صحفي وقد نفس الشيء لا فرق. هذا ماني مهمشة ولاني غافلة عن وضعية النساء الصحفيات والنساء الإعلاميات وعن الدور اللي يلعبوا. العكس، أنا واهلي لأنهم من ضباط العناصر اللي هون بعد محليا من الصحافة، من ناحية الالتزام، من ناحية المثابرة. يقد يعود اللي معدلهم بالنسبة لي أنا مازالوا رخوتهم ما فاتوا قدوا يتقدموا معهم، اللي خارج لهم عدم الجرأة في ممارسة مهنتهم، عدم الجرأة ملي في الكشيح عن وجههم قدام المجتمع. حتى في الكلام اللي عدلوا هم من الاسانسور الروسهم، من الرقابة الروسهم أكثر من اللي عدلوا الصحافة اللي الأخرين اللي خوتهم. الميدان ما هم جريئات عليه، الملفات الهامة الكبيرة ما هم جريئات عليها، وما زالوا فعلا. وسمعت مداخلة واحدة من الأخوات قبيل، مازالوا فعلا يقدر يعود الوضع الاجتماعي، مازالوا عاطينه ملي أولوية على الصحفي، الأولوية لولا عنده المهنته، الأولوية لولا عنده الميدان، الأولوية عنده يقير. بعد تجربتهم تجربة مشرفة تماما، ولا مستانا نختارهم هما تي يعودوا أكثر جرأة من ذوته. يعني واضح أكيد أن المرأة، أن الصحفية، أن الإعلامية الموريتانية وأن المستقلة في هذا الحقل مطالبة بإبراز مساهمتها وبإبراز أيضا دورها الحقيقي في المجال. الآن دعنا نتحدث عن ملامح ربما تكون أيضا مرتبطة بسير المؤتمر. لاحظنا في خطاب النقيب الموريتاني، نقيب أحمد سالم الخطار سالم، حظ الإعلامي الموريتانيين على التمسك بالمسؤولية الصحفية
وعلى احترام ما أسماه بالرموز وعلى احترام. هل تعتقد أن الصحافة في ما بعد الإعلام التقليدي قادرة على أن تخضع لأي نوع من انواع الرقابة الذاتية كما أشارت الأستاذة منتان، أو الرقابة من طرف المؤسسات كما تلوح بذلك الحكومة عن طريق قانون مجمع المعلومات؟ بطبيعة الحال الرقابة الذاتية أو المقص الرقيب الذاتي لا بد منه في المجال الإعلامي، وإلا فلا إعلام، وإلا فإن الخيط الرفيع الذي يفصل بين التجريح وبين الشتم وبين الهجاء سيزول. ذلك معناته أنه ذلك يكون هنالك هذا الرقيب، يكون هنالك هذه المسؤولية الذاتية، فإن الخبر، فإن التقرير، فإن أي المنتج الإعلامي سيدخل في مجالات أخرى غير مجالات الإعلامية. بالتالي فما أشار إليه النقيب هو أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي جدا. لا طبيعة الحال هو السؤال هل هذا يتعارض مع الحرية؟ هل هذا فيه نوع من لا، هو أنا في اعتقادي وهذا إشكال مطروح دائما وليس جديدا، أن قضية أن المسؤولية الأخلاقية، لأن أي مؤسسة إعلامية كما تعرف عندها ما يسمى بميثاق شرف، أنا عندها مبادئ معينة، قيم معينة نسعى إليها، هذه القيم منها الحرية، منها الأول الحرية، ومنها لكن في أيضا المسؤولية، كما أن أيضا هنالك أهداف، كل مؤسسة إعلامية عندها 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 هذا الميثاق الشرف الذي يحكمها والذي أساسه هذا المحتوى الأخلاقي، وبالتالي في هنالك هذا الجانب الحظ عليه والنزوع والتذكير به ضروري دائما، خاصة كما ذكرت في سؤالك أننا اليوم الإعلام التقليدي الذي تحكمه مؤسسة معينة لها التزامات معينة لها إدارة معينة لم يعد بالضرورة هو الموجود في الساحة، موجود فعلا لكن يوازيه إعلامات كثيرة، يوازيه أصحاب المدونات، أصحاب المواقع، أصحاب صفحات، أصحاب كذا، وهؤلاء أيضا صار لهم تأثير في نقل الخبر، كما صار لهم تأثير في إيصال المعلومة، صاروا يقومون بالدور الذي كان منوطا بالإعلامي في مؤسسة التقليدية، صار يشاركوا فيه أكثر من شخص. بالتالي يظل دائما إشكال الأخلاقي وإشكال المسؤولية المطروح بطبيعة الحال لا يمكن يتجاوز. في هذا الإطار الإعلام الإلكتروني العابر للحدود والعابر أيضا للمستويات الشخصية، هل يمكن تقييده عن طريق قانون مثلا كمثل قانون المعلومات؟ بطبيعة الحال لا، لأنك أنت لا يمكن، لأن إذا جلست في بيتي وإذا جلست في مكان ما فلا سلطة لأحد علي، خاصة أن ما سأنشره سينساب عبر الوسائط الإلكترونية، وبالتالي مباشرة سيقرأه شخص في أقصى دنيا، وبالتالي بطبيعة الحال لا رقابة ولا لا 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 ليس هنا، وهذا مطروح الآن قاعد على الدول، حتى الدول الديمقراطيات العريقة قوانين الإنترنت ما زالت حديثة جدا فيها، والقضايا اللي تطرح على القضايا اللي تطرح أمام المحاكم في مجال الإنترنت ما زالت قوانينها قيد التجهيز والقداسة، ونحن بطبيعة الحال ما زلنا في بعيدنا من هذا، لكن تبقى المسؤولية الأخلاقية، وربما أعتقد أنه هذا ربما يكون من دور الإعلامي التقليدي اللي كان موجود في الساحة أن يكون في نوع من التفاعل مع، خاصة أننا الآن ننحو نحو هذا نحو تكون الوسائل الإعلامية كلها، خاصة التلفزيون اللي هو السيد، على اعتبار التلفزيون كان السيد، الشاشة كانت هي من الثمانية الثلاثة كانت هي السيدة المشهد الإعلامي، الآن صارت الشاشة تنحو نحو الرقمنة، صارت مثلاً نحو نحو المنصات الإعلامية، نحو الميريك بلاتفورم اللي تعني أن المنتوج صار ينبغي أن يكيف مع الهواتف الذكية، مع أندرويد، مع آيفون إلى آخره، بالتالي هذا يعني أن دور الإعلامي التقليدي أن يكون منسقا، وأن يكون خاصة هذا التفاعل مع غير مع الذي يتيح له هذا الإعلام الجديد، أن يكون في نوع من التوجيه، وبطبيعة الحال خلاصة رأيي النهائي أنه لا، أن الحرية مفتوحة، أن ما يتاح من الحرية أكثر مما يتاح من الأخلاق، وهذا هو الإشكال المطروح. هذا شيء أكيد. العرفاوي أيضا هذا يتعلق بمستوى الرقابة والإعلام المستقل في حق الإعلام في تونس، عندما تكون هناك ضوابط وقيود ما هو الضحية بذات الإعلامي، لا زال عندكم يعيش هذه المرحلة
رغم أنكم تجاوزتم شيئا ما. شيئا ما تجاوزتم، ولكن تعني أشير يعني على خطاب النقيب ولا على التعامل مع رموز الدولة بشكل عام، ولا الصحفي ما المطلوب منه؟ وإحنا عندنا قاعدة صحفية ندرسها في معهد الصحافة، هي الخبر مقدس والتعليق حر. ما المطلوب من الصحفي؟ أنه الخبر، نحن ليس مطلوب منا لا أن نقدس رمز الدولة، ولا أيضا أن نصفه بغير ما هو، يعني نسمي الشيء باسمه. الصحفي صحفي، يعني هناك الضوابط، هي ضوابط أساسا مهنية وأخلاقية المهنة، هي ضوابطنا كمهنيين وضوابط أخلاق، هي تجعلنا في علاقة احترام وفي علاقة احترام موت أو في مسافة بدون أن يتدخل فيك الآخر أو مهما كان. لأني ليش وبش نربط بكلامي بتدخل الأول، أنه المهني الجانب المهني عنا، الجانب المهني صراحة هناك خروقات مهنية في كل بلداننا، هو رو هذا يعني رو هذا مفهوم في تقديري وطبيعي وعادي جدا وسنتجاوزه، ولكن خلينا نحط الأصبع على الدين. هالطفرة بتاع حرية الإعلام اللي يعيشها وتعيشها كل المنطقة، أكيد باش تكون فيها، باش توجد فيها خروقات، باش تكون فيها شبان صحفيين مازالوا يتحسسون، سيوجد هذا، ولكن على المهنة أن تنظم نفسها بنفسها. والمحرار الأساسي هو أخلاقية المهنة، وهي ذوابتنا المهنية، قواعد هي نفسها في كل العالم، احترامها واحترام أخلاقية المهنة هو الذي يجعلنا بمنأى عن السقوط في الخطأ أولا، وثانيا أنه هناك ذوابت. دعني شوي أكون يعني واضح معك. أوكي. عندما ضربت العمليات الإرهابية تونس، كيف يتعامل الإعلام التونسي مع هذه الظاهرة؟ سأكون دقيقا معك وحتى بالتاريخ. في أول عملية أمثلة الموسى، في أول عملية حدثت في جبل الشعامبي، ذبح ثمة عملية ذبح جنودنا شهدائنا الله يرحمهم. احنا شيء مستجد عندنا، هذا شيء مستجد جديد، عمرها تونس ما عشنا أحداث كهذه. الحقيقة حدثت بعض الأخطاء، هناك تلفزة أراد أن تنقل مباشرة وكان يتم نقل الجرحى، هناك صحف نشرت صور الإرهابيين وكأنهم في وضع انتصار، ولكن رد الفعل المباشر متاعنا نحن كنقابة وطنية صحفية تونسية مثلا، قلنا دعونا إلى اجتماع بكل زملائنا رؤساء تحرير ومديري تحرير في مقر النقابة، وقلنا معا كيف يجب. وفي ذلك الاجتماع حتى من أخطأ قال لقد أخطأت عندما نشرت صورة إرهاب كان في وضع منتصر. قلنا وأنه أولا لا حيادة مع الإرهاب، لأنه هذا الإرهاب ينص قيم اللي تتعارض أساسا من يمس قيم الحرية المدنية، وقلنا أيضا علينا أن نحسن التعامل مهنيا. صحيح هو الوضع عندما أو أي صحفي معرض للخطأ في الملعب كرة القدم أو في السياسة أو في تغطية حرب أو في لماذا يموتون سنويا مئات صحفيين في تغطية حروب، هو الخطأ موجود، ولكن اسمح لي باش نختم. العودة دائما للضوابط، يعني ضوابطنا المهنية وأخلاقية المهنة، إذا كان في لحظة ما نحكم هذه الضوابط راني باش ننقص أقصى ما يمكن من الأخطاء. واضح. دائما في إطار حديث النقيب، وكأن هنالك رموز الإعلام الموريتاني يستهدفها، وكأن هنالك أيضا أيقونات موريتانية أراد النقيب أن يقول للإعلاميين الموريتانيين تعاملوا معها بحذر أو تعاملوا معها بمسؤولية. دعنا نفكك طبيعة هذا الخطاب. قبل الرجاء لسؤالي دعني أختلف مع دكتور سيد أحمد في موافقته الزميلة متان، لأننا في مرحلة وتختلف وتبقى لأننا ما زلنا في مرحلة الجنينية وليست لدينا التجربة الجديرة بالتقديم. الواقع أنه في إطار المؤسسية صحيح قد يكون الأمر صحيح، أن المؤسسات ما تزال في طور المؤسسة، لكن تجربة الصحافة الموريتانية، صحافة يعني الأفراد، لا هو سؤال كان في إطار المؤسسة. صحيح 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 صحيح. أتحدث عن تجربة الأداء الصحفي. الأداء الصحفي الموريتاني جدير حسب تصوري بالتقديم إلى آخرين، سواء في مراحل ما قبل الديمقراطية أو ما قبل الفترة الانتقالية 2005 وما بعدها، وله دور مشهود في كل التغيرات التي طرأت في البلد وفي ما اكتسب من حريات، لأن أنت تتذكر أن الصحافة كانت تقف بالمرصاد رغم المصادرات رغم المضايقات.
المحاكمات السياسية، الاعتقالات السياسية، المضايقات السياسية، المصادرة. كان للصحافة نصيبها منها، وكانت مصرة على مواكبتها وعلى مواكبة سجناء الرأي وعلى منح الرأي المخالف مساحة فيها رغم مصادرته ورغم تجريمه واقعيا آنذاك. إذا لدينا ما نقدمه في هذا المجال. صحيح أننا ونحن في طور المؤسسة تطورت الأمور عالميا، نحن اليوم لم نعد في ذلك العصر الذي تملي فيه الصحافة على المتلقي سواء مكتوبة أو مروة، إنما أصبحنا في عصر الصحافة التفاعلية مع المشاهد أو مع القارئ وغيرها. ولذلك طفرتنا على مستوى وسائل الاتصال الاجتماعي قد تكون مفاجئة أو مربكة للكثيرين، لكنها تتماسى مع النمط الإعلامي أيضا الذي كان لدينا، وربما طبيعة المجتمع، لأن المجتمع الموريتاني مجتمع إعلامي إن صح التعبير، وبالتالي ساهم ذلك في كسب التجربة مزيدا من الإثارة، أن يسميه مزيدا من الإثارة ومزيدا من النضج على طريقتها وليس على طريقة التقليدية. أعود إلى سؤالك. لا تجاوبني قبل أن أسبق عليه باللي عرفه، وإذا هو طرحت لي شيء متعلق بهذا. أنت مهتم بهذا المجال وعندك تجربة فيه، خايفة المجال المتابعات ويعني الجانب الإخباري والمؤسسي وشذا كذا. هذا اللي يتكلم هو عنه الإثارة وغيرها. مثلا الإعلام الموريتاني بعض الأحيان يقع في التناقض، فكأنه هذه العمليات الإرهابية وكان هذه العمليات اللي تعود تمثل بالأمن الوطني، كان الموريتاني يروج للجانب الآخر، يعني الطرف الموصوم بالإرهاب أو موصوم على الأقل بأنه جريمة منظمة غير هذه يمثل الرشد، يمثل طبعا ماذا؟ لا لكن أنا لا أتحدث عن الترويج، لا أنا عن الإعلام الموريتاني. الإعلام الموريتاني كسائر الإعلام بعضه يقع في أخطاء وبعضه، لكن أنا لدي رؤية في هذا المجال، وهو أن التغطية المهنية ليست انحيازا ولا تقتضي أبدا الانحياز. هناك فرق بين الحياد وبين الموضوعية. والمسؤولية أين تضعها؟ في الموضوعية. في الموضوعية. أو طيب حين تتعاطى لا، لأن الموضوع حساس وأنت طرحت علي هذا السؤال، ربما أنا أيضا معني به في بعض جوانبه. أن تتعاطى مع الآخرين، مع من يصنفون إرهابيين بطريقة مهنية، لا يعني بالضرورة أن تنحاز لهم أبدا. أنت مطلوب منك في النهاية أن تكون مهنيا، أنت لست جزءا من جوقة عامة، يجب أن تكون جزءا من الحقيقة والحقيقة فقط، هكذا يراد منك كصحفي بغض النظر عن الأطراف أيا كانت. في النهاية أنت مواطن موريتاني أو مواطن تونسي أو جزائري أو غيره، لك نصيبك من الدفاع عن الوطني، لك نصيبك من الوطنية، لكن حين تكون صحفيا يطلب منك مستوى من التجرد المهني، مستوى من الاحترافية، مستوى من المهنية قد لا يستوعبه السياسيون ولا الأمنيون، لكن هكذا تملي عليك أخلاقيات. وصلت الفكرة، دعني تحدث لي عن تفكيكك لخطاب النقيب. أنا أتصور أن بعد استقرب هذا اللي يطرح ليك المشاهد. لا، النقيب دعا إلى ترشيد الحرية، الترشيد طبعا بعد التعزيز والترسيخ، الترشيد لا ينافي تطوير ولا ينافي تعزيز الحريات، بالعكس المطلوب مزيد من الحريات، لكن أن تكون حرية راشدة لا فوضوية كما تحدث الدكتور، أن يكون الهدف نقدا لا تجريحا، أن يكون الهدف يعني كشف الحقائق لا كشف العورات، هذا هو المرجو من الصحفيين، وهذا هو المقصود بترشيد الحرية التي أراد النقيب، وليس ما فهمه البعض من الكبت أو التضييق. ولأن الحديث اليوم عن تضييق الحريات عبثي، لا يمكن البتة الحديث عن تضييق الحريات، إنما المطلب هو ترشيد هذه الحريات وأن لا تكون فوضى، وأن لا يتضرر منها من لا ينبغي أن يتضرر. أما من ينبغي أن يتضرر فالمطلوب هو فعلا أن يلحق. أستاذ المنتان، قبل الأخير ثار البعض موضوع المؤسسات الإعلامية الحالية، التلفزيونات والإذاعات، ودور الدولة في دعم هذه عن طريق يعني قوننة أو العدالة في توزيع الإعلانات والدعم المالي. هل تعتقد أن المؤسسات الموريتانية الآن تحتاج لداعمين أساسيين، أم أنها تقف على قدميها بشكل يعني؟ سوف تجدني أخرج قليلا عن السب. شفت لا نقول بعد صناعكم. وي داكو.
شفت بالنسبه لي ذو المؤسسات مالك انا كليه الاذاعات والتلفزيونات الخاصه شفت هاي الاذاعات والتلفزيونات الخاصه مؤسسات قطاع خاص معناها انهم ما متابعين للدوله. اللي نقول لك انا محقني ما خالك شيء مونك عندي الصبح من يعيط لنا الى دعم قبل العام الجاي وكل شيء نبغى نشر وتعود انيتوبيا عايشين فيها كاملين يا قير الى خلقت زينه الى ما خلقت ما هي فرض بها اللي احنا قطاع خاص هي الدوله ادلت اعلان عن حد يبغي يفتح اذاعه او تلفزيون يجي يقبض الملف جاء بشرط انها تعود مؤسسه قانونيا صفتها كذا وكذا وكذا جاوا رواقيش ودخلوا في ذيك المسابقة وقبلوا ذوك الشروط وشافوا ذاك المطلوب ومؤسسات خاصة وجبروا ذوك اللي منهم جبروا تصاريح جبروهم على ذاك الأساس. سياسة الدولة قطعا من بداية التجربة جاية راني أنا أقول لك هذا شفت إحنا تلفزيون دافا رأينا أول تصريح بث تلفزيون خاص موريتاني 2009 كتجربة ما قبل إنشاء القانون المنظم للوضع السمعي البصري وما قبل ملي إنشاء دفتر الالتزامات. إذا عندنا الموضوع واكبته من البداية حتى قبل البداية قاع اللي العامة في مجال أنت كيف أي مناقصة كيف أي مشروع لا يتدخل يلا تعود تعرف الميدان يلا تعود معدل دراسة جدوائية ويلا تعود تعرف الأجل استادير الترم اللي انت تحاني منه خارج المؤسسات اللي داروا الربح في السنه خارج المؤسسات اللي داروه في النهار خارج المؤسسات اللي يعرفوا ان هذا مشروع نفس طويل وانه ما هو مشروع تجاري بحت مع انه لازم انه يوما ما يعود اللي راد سوقه هذا هي الحقيقه. تقدر تعود سياسه الدوله قطعا متوجهه على ان على الاقل هاي التجربه الاولى على انها ترعاها بها اللي حاسبه على انها نجاحها من نجاح السياسه اللي كانت رؤيتها عن الله يخلق فم ياسر من التساهل خلق وفم قطعا على مستوى حكومة والله ثنتين يشدوا معانا الأخبار في ياسر من سياسة الدعم يختاروا يعدلوها هذا إلى خلق كيف قلت لك زين سيان بلس يقير ما يلا المؤسسات ينساوا لا يلا بعد الناس قاع اللي تخرصهم وتوف احنا ما لنا قطاع عام احنا قطاع خاص والميدان فعلا متشعب وفيه ياسر من المشاهد اللي عدله صعيب جدا وانا بعد انا بعد نتذكر على الدراسه بعد شوف شفت احنا قبل نعود تلفزة عندنا مؤسسه اعلاميه تعدل الاعلانات وتعدل الدراسات معناها علينا وعندنا مؤسسه انتاج نحن كنا ننتج من 2007 2008 كنا ننتج ونبيع انتاجنا هون واخوه على التلفزه الوطنيه ونبيعوه لتلفزات اجنبيه وكنا نعدلوا الاعلانات مال لا ريجي بلي ستار كنا نشتغلوا فيها معناها على ان المجال من نفسه قطعا على انه فيه ياسر في اوقات اشبه من وحدين يا غير قطعا انه واعد الاشكاليه كي قلت لك الين يفهم المؤسسات ويفهم الجمهور على انهم قطاع خاص وعلى انهم ما يلا يقودوا ماشيين على عمية في الواحدين فيه احنا قطعا عندنا الدراسه اللي قدمنا لها هبا كتبنا لهم فيها على ان الخمس السنين الاولى عن هدفنا البقاء ولا نقدو قطعا ما هون اي احتمال حد يعرف سوقهم ويعرف وضعيات وحنيني انه يقد يعود يلود للربح فيهم الدوله خالق باب كبير مازال ترافته عن المؤسسات الاعلاميه اللي تراعي فيهم كامل البثي لليله مازال حكم شبه معلق احنا نبثوا في اللي فاتنا تقريبا بالمجان فما فعلا خدمة تقدمها مؤسسة اللي هي تدعم عندها مقابل يقير الله كل مرة تطالب تدعم على انها يلا يدخلوا لها مستحقاتها تقول لها الدولة انها تحاني بذاك شوي والله انها لا تثقل عليهم لو تتراكم يقير فم ملف فم تساهل وفم لا فم ملف له فترة معينة كانت يلا تخلق فيه متابعة معينة على اني شاف ذاك اللي تقد الدوله تدعم به قولي واضحه والله يقولها السيد رئيس اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العادي بدك نرجع له نرجع للحديث استاذ احمد دكتور احمد كلمه اخيره ايش لا توجه للاعلام الموريتاني محليا شيء انا جاي ما راح من بال
ما أعرف من أي من برهن جين في على الأقل من حوار مكشوف. أنا بالحال يعني موريتانيا أنا كما قلت في البداية أني لاحظت في معصر الشباب باكر خارق وهذا في حد ذاته مشجع وأعتقد أنه المهنية والموضوعية حاولت محاوله كما قال العرفاوي ان الخبر مقدس والتعليق حر ان هذا الاعتبارات واعتقد ان جميع الصحفيين الان حسب تجاربهم انهم استيعاب هذه الامور وفهمها والسير نحو المستقبل ان شاء الله اعلام موريتاني واعد. نقابه تونسيه للصحافه ماذا تريد ان تقول للنقابه الموريتانيه للصحافه وللنقابات الافريقيه المشاركه باختصار كلمة أخرى؟ شدوا على أيديهم أولاً وهما نعتقد أنهم في الطريق صحيح مثل ما نحن في نفس المعركة وفي نفس بقي للإعلاميين موريتانيين أو تونسيين أو في كل منطقة العربية أنه رو عادي أن نخطئ ولكن علينا أن نتجاوز أخطائنا. إحنا قاعدين نخطئ رو أكيد في أدائنا المهني علينا أن نطور أدائنا المهني أكثر وأكثر حفاظاً على حريتنا وعلينا أيضاً أن نعزز هياكلنا وآلياتنا لأن هذيك اللي تحفظ واللي تحمينا واللي تحفظنا الحرية التي نعمل بها وتطور أدائنا أيضا. واضح. ما هي الرسالة التي يريد المؤتمر أن يوجهها للفاعلين محليا جهويا وقاريا؟ أنه لا مناص عن تعزيز الحريات ولا منطوحة من ذلك. أن تجربة الموريتانية لها إيجابياتها التي تقدم لكن لها أيضا ما ينبغي أن يتم ترشيده وما ينبغي أن يتم تفعيله وتأهيله. أيضا أنه ضرورة المشاركة مع النقابات ومع الاتحادات ومع التجارب الأخرى والاستفادة منها والتفاعل منها أخذا وردا عطاء وأخذا. هذه هي رسالة المؤتمر بشكل عام أن للصحافة الموريتانية دورها أن لها تجربة التي تريد أن تعرض تريد أن تستمع لتجارب الآخرين وأن الأستاذ ممتان جميعا من بعضنا متى يتجاوز الإعلام الموريتاني بشقيه الإذاعة والتلفزيون المحلية إلى الإقليمية والجهوية باختصار كلمتين متى يتجاوز في تعاطيه مع القضايا إلى أن يصير إعلاما ذا بعد دولي قاري وجهوي من اللحظة اللي الإعلام الموريتاني المرئي والمسموع موجود القمر الصناعي هو فتح تجاوز مرحلة المحلية ضرك يلتنا احنا نعرفوها كإعلاميين والمادة اللي نوخذه وانتو طارحين في الحساب عندها جمهور غير موريتاني بالضبط. أنا كنت في الفترة الأخيرة في المغرب وفي بلاد أخرى يسولوا عن القنوات الموريتانية وهي مادتهم الرئيسية وإحنا في نفس الوقت ما عندنا برامج موجهة لخارج البلد. في نهاية حلقة الليلة من برنامجكم حوار نواكشوط أتوجه بالشكر للسيدة ممتان منت المرابط مدير تلفزيون دافا شكرا على المشاركة. بالإضافة إليها شارك معي الأستاذ محمد محمود أبو المعالي الأمين العام لنقابة الصحفيين الموريتانيين شكرا على المساهمة وهذه أيضا الإيضاحات فيما يتعلق بمؤتمر نواكشوط للحريات. بالإضافة إليهما شارك معي الأستاذ خميس العرفاوي وهو من تونس عضو في المكتب التنفيذي للنقابة للصحفيين التونسيين شكرا الأستاذ العرفاوي على المشاركة وأنت في بلدك الثاني أي وقت تريد أن تعود وتزور والبرنامج أيضا يفتح لك الباب حتى وأنت في تونس بمختلف الوسائط سكايب أو بغيره نحن نعيش في بالضبط. معنا أخيرا كذلك الدكتور سيد أحمد اللمير وهو الباحث في مركز الجزيرة للدراسات وبكل صراحة من الوجوه الثقافية الموريتانية التي قدمت أيضا تجربتها الشخصية وتجارب البلد في مختلف المواقع التي تشتغل بها. شكرا أستاذ على المشاركة ونتمنى أن تتواصل مع أسرة البرنامج ومع جمهورك في موريتانيا في كل أوقات. في الأسبوع القادم نناقش موضوع آخر إلى ذلك الحين أشكركم كما يشكركم المخرج راسين وان وإلى الأسبوع القادم تحياتي.